نشوف مع بعض السنات ونقول بعض التعليقات عن شراء السنات. طبعا السنات مش متوفرة دائما في الأسواق أو في عند اللحام، فيفضل الست البيت تكون عاملة حسابها قبل بوقت وموصية اللحام وتقول له أنه مثلا بدي كمية من السنات من 8 إلى 10 حسب عدد الأشخاص اللي حياكلوا الفتة. السنات بتبقى عندي بالشكل هذا، لابد أني أغسلها كويس. في الأول بجيب كمية من الطحين، أرش عليها طحين مع ملح وأفركها فرك شديد جدا هيك عدة مرات، بعد هيك أغسلها، برجع بحط عليها تاني طحين وملح مرة تانية، ممكن أحط قطرات من الخل في المي لغاية بس ما أتأكد أنه ريحتها أصبحت حلوة ونظيفة. تنظيفها مش كتير صعب، وببساطة بتلاقوا ريحتها صارت طيبة، مش زي بقية الأجزاء اللي ساعات بتحتاج منا شغل أكتر. يبقى بنخلي السنات على جنب ونشوف هلأ بقية المكونات اللي حنحتاجها لوصفتنا اليوم. حنحتاج كمية من الخبز المقطع مكعبات بالشكل هذا ومقلي. نشوف خطواتنا واستعداداتنا ايش بدنا نعمل عشان نسلق السند. هحتاج شوية بهارات صحيحة وبصل مقطع أربع. البهارات الصحيحة فينا نغير فيها حسب ما بتحبوا. احنا حنحتاج ورق الغار، حنحتاج الهيل، عود القرفة وشوية فلفل حب. إذا حبيتوا تحطوهم زي ما هم ما في مشكلة عنا، ولكن إذا حبيتوا فكرة إنه نحطهم في كيس بتسهل علينا إنه نشيل البهارات لما نخلص، بتضلها الشوربة عنا صافية. هاي نقطة. والنقطة الثانية برضو لما نيجي نشيل الرغوة عن وش للسنات ما بنشيل معاها البهارات زي ما بتصادفنا دائما هذه المشكلة. وهذا الكيس نقدر نستعمله عدة مرات، بس أخلص بفضيه وبغسله وبخليه في مكان ينشف، وزي ما قلنا فينا نستعمله عدة مرات. بخلي الكيس عندي جاهز، أنا حطيت فيه البهارات الصحيحة وأربطه بهذا الشكل. حبتدي أحط قطع السنات في داخل أي طنجرة. حنضيف مكعبات البصل ونضيف زي ما قلنا كيس البهارات. حغمر السنات بالمي وأضيف شوية ملح وأسيبهم على النار لغاية ما يغلوا. بس يغلوا ويطلع عندي رغوة على الوش بتخلص منها، وبعد هيك بوطي النار وبسيبهم على الأقل حوالي ساعتين لغاية ما أتأكد إنه السنات استوت عندي على الآخر. وحنشوف خطوتنا التالية. أعزائي المشاهدين، بعد ما سلقنا السنات ببساطة بتقشروا، ممكن نستعمل سكين بالشكل هذا ونبتدي شوي شوي نقشر السنات، بس هي سخنة فبدكم تكونوا حريصين وانتوا بتقشروا شوي شوي. ممكن الجوانتي هيك يساعدكم. نشيل هالأجزاء هذه كلها. أعزائي المشاهدين، بنقطع السنات حسب الحجم، في ناس بيحبوا قطع كبيرة صغيرة، وبرضو بضيفهم لبقية المجموعة. طبعا أنا هون عندي السنات مع المرق، عم خليهم على النار برضو محتفظة في المرقة هاي سخنة عشان أبتدي هلأ أجهز طبق الفتة. أحتاج أقلي شوية لوز، أي نوع من الدهن حبيتوا تستعملوه. إحنا ممكن ناخد شوية سمنة. حضيف اللوز، نبتدي نجهز صلصة اللبن. وصلصة اللبن كتير بسيطة وسهلة، ما بتاخد منها خطوات كتير. هحط الزبادي، حنضيف طحينة، عصير الليمون، وحضيف هلأ فصوص الثوم بهذا الشكل، شوية ملح. وهالمكونات كليتها مجرد اني حقلبها سوا لغاية بس ما تختلط عندي بهذا الشكل. هبتدي أضيف قطع من الخبز المقلي. حوزع قليل من المرقة السخنة. نوزع صلصة اللبن بهالشكل هذا. حنشيل السنات ونبتدي نوزعهم فوق الصلصة بهالشكل. حوزع بقدونس وقليل من البابريكا. وبتتذكروا قلنا احنا جهزنا اللوز المقلي مع السمن، هو سخن مباشرة، بوزعه فوق السنات بهالطريقة. اعتقد طبق مميز، اتمنى انه يعجبكم.
طعما وشكلا. فضلا لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات.